استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء في قصر الصخير مساء يوم أمس صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ومعالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وسعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز المخابرات الوطني وكبار ضباط قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني. وفي بداية الاستقبال رفع الجميع إلى جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة خالص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى جل وعلا في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ جلالته ويرعاه ووفقه ويسدد خطاه وأن يعيد هذه المناسبة الجليلة وأمثالها على جلالته بدوام الصحة والسعادة والعافية والعمر المديد وعلى مملكة البحرين وشعبها العزيز بالأمن والأمان والاستقرار والتطور والازدهار تحت قيادة جلالته الحكيمة. وقد بدلهم جلالته حفظه الله التهاني بهذه المناسبة الكريمة سائلا الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالصحة والخير والبركات. وعرب جلالته رعاه الله عن فخره بكافة منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهازي المخابرات الوطني والأمن الاستراتيجي، شاكرا ما يبذلونه من جهود كبيرة ومخلصة لحماية وحدتنا الوطنية وتطبيق القانون والذود عن المكتسبات والإنجازات التي تحققت للمملكة وشعبها الكريم. كما أثنى جلالته على التعاون والتكاتف والتنسيق والعمل المشترك بين قوة دفاع البحرين والأجهزة الأمنية، مؤكدا جلالته أيده الله أن مملكة البحرين ستبقى بإذن الله آمنة عزيزة تنعم بروح الأسرة الواحدة المتكاتفة، وستظل رايتها عالية خفاقة مرفوعة في ميادين العز والشموخ، معربا حفظه الله عن اعتزازه بترابط وتماسك أهل البحرين جميعا والنابع من وعيهم بأن المسؤولية مشتركة في البناء من أجل نهضة الوطن وأمنه. وأبلغ جلالته الحضور بنقل تحياته وتهانيه بهذا الشهر المبارك للرجال البواسل في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل البلاد وخارجها، داعيا جلالته الباري جلت قدرته في هذا الشهر الفضيل لشهداء الوطن البواسل بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته.